اهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطيه المستمره مع حضراتكم على شاشه اكسترا نيوز، ونخصصها لمتابعه تطورات ملف حياه كريمه، ايضا جهود التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي. البدايه مع تنظيم التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي اصطفافا تحت شعار قطار الخير، يضم اكثر من 15 جمعيه ومؤسسه اهليه تعمل تحت مظلته في مشهد يعكس مدى قدراته البشرية وإمكاناته الخدمية والتنموية لدعم الشرائح الأولى بالرعاية بمحافظة سوهاج. تكليف أجهزة ومؤسسات الدولة بالاستمرار في دعم مبادرة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي. بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي 2022 عاما للمجتمع المدني في مصر وتعزيز إمكانياته ودعمه لخدمة المجتمع، جاء تأسيس التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. في فبراير 2022 بدأت الخطوات التنفيذية، حيث تم عقد 5 لقاءات تحضيرية في الغرفة المركزية لحياة كريمة مع ممثلي كبرى منظمات المجتمع المدني والعمل الأهلي لتبادل الرؤى والأفكار. ومن ثم تم وضع مسودة لميثاق شرف التحالف بشكل تشاركي تتوافق عليها جميع الجهات المشاركة. وفي مارس 2022 تم توقيع الوثيقة من قبل 23 جمعية ومؤسسة أهلية ومستشفى، بالإضافة للاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والذي يعتبر وفقا لقانون العمل الأهلي قمة هرم العمل التطوعي في مصر، حيث يضم في عضويته 30 اتحادا نوعيا و27 اتحادا اقليميا كممثلين للجمعيات المنتشرة في كل ربوع مصر. وفي أقل من 3 أشهر منذ إشهار التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تم عقد اجتماعات للتنسيق حول مبادرات الحماية والدعم الاجتماعي المختلفة بشكل تكاملي، على غرار تكامل مؤسسات الحكومة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة. كما تم زيارة عدد من المحافظات لتفعيل التحالف ومد جسور التعاون مع جميع الشركاء على اختلاف مستوياتها والعمل بشكل لا مركزي. ونجح التحالف في أول مبادراته وصل الخير خلال شهر رمضان، والتي تمثلت في تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية جنبا إلى جنب لجهود الدولة بمؤسساتها المختلفة لتأمين المواد الغذائية بشكل سريع للمواطنين خلال الشهر الكريم الذي جاء في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية. وتكللت المبادرة الأولى بتوحيد كامل لكافة جهود أعضاء التحالف ورجال الأعمال لتوزيع المواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجاً، بالتوازي مع عملية مد التحالف ببيانات كافة المستحقين لضمها لقاعدة البيانات الموحدة للمستفيدين. وبناء على نجاح وصل الخير 1، أطلق أعضاء التحالف وصل الخير 2، والتي تشمل تقديم خدمات في أكبر قدر من المحافظات وقوافل اجتماعية وصحية وغذائية لتكون الأشمل والأكبر والأكثر تنظيما من نوعها. وعلى مدار عام 2022 أطلق التحالف العديد من القوافل تحت شعار قطار الخير ووصل الخير وستر وعافية، وذلك ضمن تحقيق المساهمة الفاعلة في تنمية المجتمعات وتلبية احتياجاتها الخدمية والصحية والتوعوية والتعليمية والعمرانية وغيرها. ومنذ انطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، فإنه يضع نصب عينيه تعظيم الاستفادة من إمكانيات وقدرات أعضائه وتوحيد الجهود لإحداث الأثر التنموي المطلوب، بما يحقق رؤية الرئيس السيسي في تطوير الريف المصري وبناء الجمهورية الجديدة. تمثل منظمات المجتمع المدني أحد أهم دعائم التقدم في الدول، وهذا في الإطار الذي يأتي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي تم توقيع ميثاقه بوجود 24 كيانا ممثلين عن الكيانات الأكبر تأثيرا على الأرض من مؤسسات وجمعيات للمجتمع المدني، كذلك بعض الكيانات الخدمية. المزيد عن التحالف في سياق هذا العرض.
التحالف ومن خلال قطار الخير وقوافل ستر وعافية. قطار الخير بيتوقف من جديد في محافظة سوهاج عشان يقدم خدمات جديدة لقطاع جديد داخل محافظة سوهاج. أول امبارح كنا موجودين في قرية أم دومة مركز طمة، كان في سلسلة قوافل متعددة لخدمة أهالي القرية، قوافل خدمات طبية، خدمات تمكين اقتصادي، مساعدات موسمية وخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة. شاركنا في قفل الستر وعافية رقم 16 اللي هي بتختتم بها عام 2022 بالتمكين الاقتصادي، بكراسي متحركة، بأجهزة تعويضية، بسماعات طبية، بالإضافة للمستهدف الدائم عندنا الشهري اللي هو توصيل المياه. وإحنا بنشارك مع التحالف في عدة مجالات، بنشارك في الدعم النقدي، بنشارك في السلع، توزيع السلع الغذائية، بنشارك في التوعية، بنشارك في الكرنفال الأطفال برضو بيبقى فيه توعية للأطفال، بنشارك كمان مع التحالف في التنظيم. احنا عندنا متطوعين اكتر من 100 متطوع بيشارك في كل قافلة من ستر وعافية من اول قافلة رقم 1 لحد اخر قافلة رقم 16. زي ما بدأنا بمحافظة سوهاج النهاردة بننهي العام 2022 برضو في محافظة سوهاج. ان شاء الله هيتم توزيع حوالي 6000 طرد على 9 نجوع او اكتر من 9 نجوع. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود من بعده لاستكمال هذه التغطية. وأهلا بكم من جديد. من جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي نذهب لمبادرة حياة كريمة. بعد مرور 4 سنوات على إطلاق حياة كريمة، تواصل المبادرة الرئاسية عملها لدعم المواطن المصري في مختلف احتياجاته. المبادرة التي أعلن عن انطلاقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2 يناير عام 2019، استطاعت بالفعل خلال هذه السنوات أن تغير حياة الملايين من المصريين وتنهي مشكلاتهم اليومية لتصبح أهم مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً. واستطاعت حياة كريمة تطوير حياة المصريين في القرى الأكثر احتياجاً، لتعمل المبادرة على تغيير نوعية حياة أكثر من 58 مليون مواطن بقرى الريف إلى الأفضل. تغطي مشروعات المبادرة 4500 قرية بإجمالي 175 مركزاً في 20 محافظة. وعلى مدار السنوات الأربع الماضية حققت مشروعات حياة كريمة الكثير من الإنجازات على أرض الواقع، وأسهمت المبادرة في تطوير حياة ملايين المواطنين داخل القرى الأكثر فقراً، وأصبحت مصدر فخر للمصريين في الداخل والخارج وحديثاً للمؤسسات الخاصة بالمجتمع المدني العالمية، وذلك لما تقدمه من انتصارات كبيرة في حق الإنسان المصري في الجمهورية الجديدة.
يعد مشروع حياة كريمة أضخم مشروع تنموي متكامل في تاريخ مصر الحديث، يأتي تحت مظلة تنفيذ رؤية مصر 2030، حيث يهدف لتطوير كل جوانب وتفاصيل الحياة في الريف وتحقيق جودة الخدمات واستقرارها للمواطنين. المزيد في هذا العرض. تبذل الدولة المصرية جهوداً كبيرة في مختلف محافظات الجمهورية، خاصة محافظات الصعيد، في إطار رؤية شاملة لتنمية الصعيد وضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة. يمثل مشروع حياة كريمة الذي يعد المشروع الأضخم في تاريخ مصر الحديث نقلة حضارية كبيرة لحياة نحو 60% من الشعب المصري، ويؤسس لواقع جديد للريف المصري
عنوانه التنمية. المزيد في هذا العرض. كريمة حسستني أنا إنسان. دي مبادرة من سيادة الرئيس بصراحة ما حدش ينساها أبدا. يعني حياة كريمة على مستوى الجمهورية عمل الشغل عملاق كبير. إحنا بقينا بني آدمين وحياة أي حياة كريمة. ينصروا ربنا ويخليه عشان هو عمل الحاجات الحلوة دي. أشرقت الشمس بعد ظلام على مصر وعلى الصعيد. يكفيني إنه بدل ما يدوني فلوس علموني صرافة حبيبتي. حياة كريمة بنت بيوت تشطيب كامل، حمام، مطبخ، أوضتين وصالة. مقبرة أنا هشتغل مع حياة كريمة. تحيا مصر، تحيا حياة كريمة. يا ابن بلدي صبرت كتير ومستني بكرة جايل لك مشروعنا كبير وفي ألف فكرة. تلف مصر حياة كريمة وفي كل مصر دي حاجة عظيمة. تلف مصر حياة كريمة وفي كل مصر دي حاجة عظيمة. أشكر الرئيس الفتاح السيسي على العمل اللي عمله لنا على المستشفى والمدارس وحياة كريمة. كنا نشوف الحاجات دي في التلفزيون، عمرنا ما كنا نحلم أن نشوف الحاجات دي على أرض الواقع. قبليه كنا مهمشين، محدش معترف حاجة اسمها صعيد. جاب لنا الصرف الصحي والمدارس طورها لنا احسن تطوير. عمل بحر وعمل قبلي وبصراحه حاجه بسم الله ما شاء الله. فعلا حقا انها جمهوريه مصر جديده. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. الحقيقه في شكر موصول
لأهالي الصعيد. مبادرة إبدأ هي مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات. تولي الدولة أهمية كبيرة للارتقاء بالمنظومة الصناعية خاصة في ظل الأحداث الأخيرة التي يشهدها العالم، وأثبتت أنه ينبغي على كل الدول ومنها مصر تعزيز اكتفائها ذاتيا في مختلف المجالات، ومن ثم دعم الصناعة الوطنية وتعزيزها بكل الإمكانيات والمقومات من أجل خلق منتجات مصرية تستطيع وبقوة أن تنافس مثيلاتها من المنتجات بالأسواق الأخرى بنفس الجودة، مستهدفة تقليل الاستيراد بشكل كبير. ضمن هذه الجهود تأتي المبادرة الوطنية لتوطين الصناعة إبدأ، التي جاءت ضمن العديد من المبادرات التي أطلقتها الدولة لتحقيق التنمية والعبور نحو الجمهورية الجديدة التي تضمن توفير حياة كريمة للجميع. تأتي مبادرة إبدأ بهدف توفير التدريب الفني والمهني والتثقيفي للعمالة المصرية طبقا للمعايير الدولية، وتوفير فرص عمل لائقة بمعدلات عائد مناسبة تؤمن حياة كريمة للعامل المصري، بالإضافة للسعي نحو تغيير الثقافة المجتمعية تجاه العمالة الفنية وتحقيق استدامة وجودة للتدريب من خلال تطوير مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني التابعة للدولة واعتمادها طبقا للمعايير الدولية. مشاهدينا الكرام، إلى هنا تنتهي التغطية، لكن بالطبع التغطيات والبرامج والنشرات مستمرة على إكسترا نيوز. شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة.